وعلى هامش زيارته إلى ولاية عنابة، أشرف وزير العمل والضمان الاجتماعي مراد زمالي على افتتاح صالون المؤسسات الصغيرة المستحدثة في إطار الأجهزة العمومية لدعم إنشاء المؤسسات. كما أعلن الوزير على استحداث صيغة جديدة لتمويل الشباب في إنشاء مؤسسات ومشاريع في مختلف صيغ الدعم. التغطية لعبد الناصر جلال. مسح الديون، هذه نقول هذا امر غير وارد ولن يكون. انا لكان مسح الديون الناس اللي نشحوهم نرجع لهم دراهمهم، هذه اولا. ثانيا الجهاز فيه اجراءات، يعني مؤسسه لما تفشل هذا مش عيب. في العالم موجود يوميا مؤسسات تنشا ومؤسسات تموت، وهذا هو اقتصاد السوق، هذا هو. ولهذا الشاب إذا انشأ مؤسسة ولظروف معينة أفشل، راه كاين القرض، يعني لو فوند غارونتي اللي يعوض البنك، صندوق ضمان القروض يعوض البنك، والآلات اللي اقتناها هو تحجز وتباع يعني في المزاد العلني. إذا كان فيه زيادة نرجعوها له، إذا ما كانش فيه نقص المهم نحن نتحمل المسؤولية تاعنا، وهو سريح راه اكتشف تجربة ويروح يدير أمر آخر.